يمكن نحن خلصنا، يمكن خلصوا الأوهام، لا ما قدرنا وصلنا حتى لسقف الأحلام. يمكن نحن خلصنا، يمكن خلصوا الأوهام، لا ما قدرنا وصلنا حتى لسقف الأحلام. كيف دراستك؟ وقفت تسجيلي. بتعرفوا اني انا هاي السنه لازم اكون تخرج؟ ليش وقفتي تسجيلك؟ مانك شايف الظروف؟ الدنيا خربانه. بعدين بابا وقف شغله، قال لحاله بيسافر وبيلاقي شغل، بس تهدى الامور بنرجع على البلد وبتخرج على راحتي. بس ما كان بقيان لك كثير لحتى تخلصي دراسه. والله هذا يلي صار، بس مو انا لحالي، نص الطلاب موقفين دراستهم. ايه بس لازم تاخدي شهادتك. مو مشكله. شلون مو مشكلة؟ قضيتي عمرك لحتى توصلي للشهادة. دخلك إذا أخذت الشهادة شو رح ساوي فيها؟ شو كنتي عم تدرسي؟ كنت عم بدرس أدب عربي، يعني قبل الظروف ما كنت عم لاقي شغل، هلا بعد الظروف شو يعني إذا أخذت الشهادة شو بدي أشتغل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سيدي لا تزعل، أنا ماني زعلانة. بالعكس اللي عم نتعلمه هلا أهم بمليون مرة من 100 جامعة. ستي لبين ما تخلص القصة منكون كلياتنا تخرجنا. لا، لأنه في كتير ناس رح ترسب. قلتك صح، في ناس كتير رح ترسب. مزبوط. ليش رجعتوا؟ بابا ما لقى شغل يعني، وهالمصريات اللي معنا رحنا صرفناهن وخلصوا، يعني ما عاد في مدخول، فقلنا لحالنا يعني بنرجع نقعد ببلدنا، أحسن ما الواحد يتشرشح عند الغريب. الله يصلحه لأبوكي. قلت له 100 مرة إنه الحياة برا مانا سهلة، مو مثل ما كان يتخيل. والله يا عمو كلنا حكينا له، بس يا حرام هو كان كتير خايف علينا. حقه يخاف عليكم، يلي عم يصير بخوف. خبرتي أبوكي منشان ما ينشغل باله؟ إيه خبرته، أساساً هو اللي ينزلي لهون. مو مشكلة، هلأ بتهدى الأمور وبترجعي على البيت، لا تخافي. ماني خايفة بالعكس. بالعكس؟ القعدة برا البلد كانت تخليني خاف أكثر، والتلفزيون كان يوترني أكثر وأكثر. لك ما كنت حس حالي قاعدة بس برا البلد، كنت حاسة حالي قاعدة برا كل شيء على الهامش. لا خليني قاعدة ببلدي، حس كل لحظة أحسن لي وبلا مراسلين كمان. ما قدرت تعيشي؟ لا لا لا، الحياة كتير طبيعية، طلعات وفوتات وروحات وكافيهات، بس ما فيك تتهنى بشي لأنه مخك هون. آخ يلي مو عايش بالبلد مو عارفان شو عم يصير. مايك حق، ما حدا بيعرف شو بصير بالبلد غير ابن البلد. بتعرفوا انا لما سافرت الكل يسالني شو عم بصير عندكم، احكي لنا. والله ما عرفت شو بدي اقول لهم، يعني كيف بدي اوصل لهم الصوره، اشرح لهم اياها، ما عرفت. طب وهلا انت مبسوطه؟ اكيد لا، بس تتشنططي وتتشرشحي ببلدك احسن ما تتشنططي وتتشرشحي عند الغريب. صح، برافو عليكي، الشرشحه والمرمطه هون جوات البلد احسن من عيشه الزل برا. برافو عليكي، برافو، كلام سليم. يمكن نحن خلصنا، يمكن خلصوا الأوهام، لا ما قدرنا وصلنا حتى لسقف الأحلام. يمكن باقي شوي لبكرة، أو يمكن رح نبقى ذكرى، غيرنا الدنيا بعينينا، كلمة خلصت بقيت كنت.